الله من الشيطان الرجيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وقلنا إن للآية سببا نزلت من أجله وهو أن بعض المعارضين لرسول الله الذين يقفون من الدعوة موقف التكذيب والبطلان ويشيعون عند المؤمنين إشاعات تفت في عرضهم العقدي فعرضوا مسألة في ظاهرها تشكيك وهو أن الله قد أمرنا ألا نأكل الميتة والميتة ذهبت حياتها لا بنقض دنيتها ولكن بإرادة الله أن تموت وقلنا سابقا إن هناك فرقا بين القتل والموت كلاهما يذهب الحياة إلا أن الموت يذهب الحياة وبنية الذي يموت تظل سليمة فلا يتعرض لها بهدم لا بهتك قلبها ولا رئتها ولا بضربها على مخها ولا أي شيء من هذا بل تموت هكذا ويسمونه الموت حتف الأمر وذهاب حياة بطريق القتل وهو أن تنقض البنية فتذهب الحياة بمعنى أنك تؤثر على البنية التي لا تحل الروح إلا وهي سليمة فتنقضها هذا قتل وذلك موت الله حرم الميتة وأباح لنا ما نذبحه وهو حي والموت ذهب بالحياة والذبح ذهب بالحياة أيضا فقالوا له كيف تأكلون ما قتلتم أنتم أي ما ذبحتموه بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله أي أماته بغير ذبح أو غيره أما ذبحتم وقتلتم أنتم أولى بالأكل مما قتل الله هذا ما قالوا أولا ناقشنا هذه القضية وهو أن عرض القضية بهذا الشكل عرض غبي لأن من الذي قتل قال إن الميتة قتلها الله هل الله قطع رقبتها؟ هل الله ضربها على رأسها فأمات اللي هو أصل الحياة وهو المخ هل صوب شيئا إلى قلبها كيف تسمون الموت قتل يبقى تسمية الموت قتل هذا هو الخطأ فقولكم كيف تبيحون لأنفسكم ما قتلتموه أي بالذبح ولا تبيحون ما قتله الله أي أماته نقول له لا القتل غير الموت يبقى فيه مغالطة في عرض الايه في عرض القضية الله سبحانه وتعالى يريد ان يضع عند المؤمنين مناعة من هذه الهواجس التي يثيرونها فقال كلوا مما ذكر اسم الله عليه هنا يجب أن نفصل إلى مسألة وهي ما معنى الذكر لو حدد العلماء المعنى المقصود بالذكر لما حدث الخلاف بينهم الطويل العريض في هذه المسألة
ليه؟ لان مثلا سيدنا الامام مالك يقول لك اذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء كنت ناسيا او عامدا فلا يصح لك ان تاكل من الذبيحه. ادي راي مين؟ راي الامام مالك. ابو حنيفه قال لك اذا كنت ما سمتش ناسيا كل، انما ان كنت عامد ما تاكلش. الامام الشافعي رضي الله عنه قال لا، ما دمت مؤمنا ومقبل على الذبح وانت مؤمن يبقى كل مما لم تذكر اسم الله عليه ناسيا او عامدا. ليه بقى؟ ازاي يتاتى هذا مع قول الله تكونوا مما ايه ذكر اسم الله عليه؟ يقول ما هو الذكر اولا عشان نفض المساله. هل الذكر ان تقول باللسان ام الذكر ان يمر الشيء بالخاطر؟ اذا كنتم تقولون هو الذكر باللسان، اذا تعال نبحث في الحديث للرب القدسي الذي قاله الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تبقى ما دام ربنا سمى الخاطر في النفس ذكر، يبقى الامام الشافعي له حق. ولذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكر المؤمن في قلبه قال او لم يقل. يبقى اذا المساله يجب ان ايه؟ نوضحها بقى. يبقى اذا الذكر يجب نحدد معناه اولا علشان ننهي الخلاف في المساله دي. مش كل ساعه نعمل معركه وده ذكر وده ما ذكرش وده وشغلان. نقول له ما هو الذكر؟ الذكر هو خطور الامر على البال، قد يصحبه ان يخطر على اللسان مع الخطور على البال، وقد يظل خطورا على البال، بدليل ان الحق قال في حديثه القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وتنتهي المساله. ويبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذكر المؤمن في قلبه، يعني ايه ذكر في قلبه؟ قال اولم يقل. المؤمن حين يجد امامه اشياء كثيره، قد يوجد شيء جميل وشيء ملوش من الجمال شيء. الجاموسة مثلا في شكلها، ام الحصان. لماذا اقبل المؤمن على ان يذبح الجاموسة فيأكل منها ولا يتقدم الى الحصان فيذبحه؟ ليه؟ مجرد اقباله على ما احل الله دليل على انه ذكر المحلل والمحرم. دليل على انه ذكر ايه؟ المحلل. والا فما الذي جعله يذهب الى شيء ويترك شيء ثاني؟ اذا اختياره لشيء يبقى هو ده اللي ايه؟ وايه مسألة ذكر الله في النفس او في القول؟ يبقى اتفقنا على ان ذكر المؤمن في قلبه قال او لم، وعرفنا الدليل. تستطيع تنهي به الخلاف في اي مسألة في هذه المسألة. يبقى الامام الشافعي اخذ بهذه الايه؟ بهذه المسألة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ان بتجيلهم ذبائح ما يعرفوش مين اللي ذبحها وما سموا ولا ما سموش، قال ايه؟ سمي وكل. لان انت ما كنتش حاضر وقت الذبح عشان ده انت كنت مستحضر الحلال والحرام، يبقى استحضر المحلل والمحرم ساعه الاكل. اتحلت المساله؟ اتحلت المساله. الحق سبحانه وتعالى ليه بيقول لنا اذكر اسم الله وخدنا بقى النهج القلب؟ قال لك لان انت تقبل على اشياء لتفعلها. الاشياء التي تفعلها قسمين: قسم يمر على بالك قبل ان تفعله، وقسم لا يمر على بالك بل تفعله كده بدون ما يمر على البال. الافعال العكسيه كلها بتفعلها وهي لا تمر على ايه؟
على بالك. افرض ان الواحد راح دايب مثلا بصوابعه كده قدام عين الواحد، الواحد يقفلها ولا تروحش على باله، امر غرضي، امر ايه؟ غرضي. انما الفعل اللي يجي على البال تفكر فيه قبل ما ايه؟ لان احنا قلنا ان فيه نسب ثلاثه، نسب ذهنيه تيجي في الذهن، ونسب كلاميه تعبر عما في الذهن. فالذي يفعل الفعل بعد ان يمر بخاطره هو ده اللي نقول له هذا فعل ذباب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ما يكلفناش عنك ولا يكلفناش مشقة يقول ايه؟ كل امر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو ابتر. كل امر ذي بال يعني امر يكون خطر على بالك تفعله او لا تفعله. انما انا ساعة ما يجي واحد يحط صابعه ناحية عينيا كده اقوم يقول لي لازم تسمي قبل ما تقفل عينيك، مسألة مش ما تجزي بال دي، لأنها مسألة غرضية تأتي بالحركة العكسية دون أن تمر على الإيه. وإلا لو انتظرنا أوامر المخ وعلشان نحط صوابعنا تكون العين انفخدت. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كل أمر إيه؟ ذي بال. كل أمر إيه؟ ذي بال. أمر مش ذي بال الله سبحانه وتعالى لم يكلف. طب وش معنى بقى ذي بال ومش عارف الموضوع ده ليه؟ قال لك لأنك حين تقبل على أي فعل، تقبل على فعل فينفعل لك ما تفعل فيه، أي تذبح عجل خروف تقول والله ده كائن حي، فإيه اللي أباح لك إنك أنت تروح إيه؟ تزهق الحياة بتاعته وتقتله كده وتاخده. كل أنا ما عملتهاش من عندي، أنا عملت لأن الله أباحه لي فبسم الله أذبحه. الله يبقى إذن في حاجات كتير كل أفعال زبال تمر عليها بإيه؟ إحنا ولله المثل الأعلى لما يجي واحد قاضي ويقعد كده وبعد ذلك يقول باسم الشعب أو باسم الدستور أو باسم كذا حكمت بكذا، لأن يجي واحد يقول لك طب أنت إيه اللي خلاك تحكم علي؟ يقول أنا ما بحكمش عليك كده من عندي، ده أنا بحكم عليك باسم الشعب اللي قعدني وباسم القانون اللي رجعني، يعني مش من عنده. كذلك انا اقبل على اي عمل لا بقدرتي على المنفعل لي في العمل، ولكن بان الله هو الذي اقدرني، هو الذي ايه؟ اقدرني. ولذلك الناس بيظنوا انه لما نذبح حاجه بيبقى ناذيه، لا، انت بذبحها تكمل مهمتها في حياتها، تكمل ايه؟ لانها مخلوقه الايه؟ مخلوقه الكده، مجلله الكده. فساعه انت ما تذبحها ما تفتكرش انها تزعل منك لو كان ياتي منها الزعل، ليه؟ لانك انت بتؤدي ايه؟ ولذلك قلنا سابقا ان في عجيبه من عجائب المداولات الفعليه، هذه العجيبه انك انت مثلا تاتي الى الحيوانات التي لم يحلها الله للانسان، ثم تعرضت الحيوانات الى ما يومته، حمار مثلا وتلعبك في الحبل والحبل خنقه وحيموت، يموت ولا حاجه. لكن مثلا حاجه مما احل الله، جاموسه خروف عجل بقى اي حاجه، تلتفت تلاقي حتى في عرقنا في الفلاحين يقول لك الحق وقت السكينه، ده طلب الحلال. طلب ايه؟ ايه يعني طلب الحلال؟ يعني بيقول لك الحق خدني لانني حموت اهو، انتفع بيا بقى. يبقى دي مهمته دي إيه؟ فلا يتم الذبح للحيوان اعتداء عليه، لانه هو مخلوق لايه؟ مخلوق لهذه الايه؟ لهذه المهمه. الانسان حين يتزوج بحل وبعد ذلك ياتي ما ياتي يقال انه بيعتدي على، لا ده اتى بما احل، اتى ايه؟ يبقى باسم الله ولا لا؟ وباسم الكلمة التي جمعتني بما اعبنا احلها الله لي، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا معنى كلمة باسم الله يعني انا لم اجترئ على هذا العمل الا في اطار اسم الله الذي احل لي هذا. بعد ذلك بيقول لهم ما تسمعوش الكلام ده، وما لكم ليه؟ أي سبب يمنعكم به من أن تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه؟
وقد فصل لكم ما حرم عليه. مدام اللي ذكر عليه اسم الله ليس من ضمن المحرمات التي نص الله عليها يبقى ايه؟ اكبر. احنا قلنا ربنا حلل وحرم. واحد قلنا زمان يجب ان نرد على قضية بيحصل فيها التباس ويقول لك طيب مدام حرم عليا مثلا ده خلقه ليه؟ اما قال لك لان انت فاهم ان كل مخلوق من الحيوانات يبقى مخلوق للاكل. لا ده يمكن مخلوق لمهمة ليس منها الاكل. يمكن ذبحه يناقض مهمته. احنا عايزين يبدأ عشان يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. فانت بتقول الخنزير حرمه ربنا، طب امال خلقه ليه؟ ام قال لك لان كونك انت تيجي تذبحه هتضيع منه المهمة اللي هو مخلوق ليه. المهمة بتاعته يمكن مخلوق علشان يقعد يلم جراثيم الاشياء اللي لا تراها العين. فانت لما تيجي تموته تبقى طلعته عن ايه؟ عن مهمته. وقلنا بقى ان الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الانسان، هو الذي والانسان منا في صنعته بيعلم الوقود. ما هو الاكل وقود بالنسبة لنا، وقود يعني يولد الطاقة مش كده؟ يبقى الاكل بالنسبة لكل واحد هو الوقود بتاعه. يقول لك انت لما بتعمل صنعة من الصناعات بتعمل لها الوقود او الشيء اللي يجيب طاقتها. بتقول لي ليه اديله بنزين نمرة واحد وده بنزين نمرة اثنين وده سولار وده مش عارف ايه. بالله لو خلفت هذا يبقى في عطب ولا لا؟ كذلك اللي خلق قال لك دي تاكله وده ما تاكلوش. واياك ان تقول ان الله سبحانه وتعالى لم يحرم الا الشيء الضار. يمكن هو مش ضار، انما الله يريد بذلك الادب في انه افعل هذا ولا تفعل هذا. ولذلك قال الحق سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. بالله تقدر تقول الذين يربون ابناءنا في الجيش يجوا يأمرهم اوامر، لو اردت ان تلتمس لها علة في ظاهر الفعل ولم تجده يخليه بياكل كده يقول له كيف يقفوا اللقمة عاملة كده، واحد اللقمة عاملة كده والتاني كان بيغمس لسه والتاني كل واحد يقف على ايه؟ طب ودي ايه فايدتها بقى؟ ليه؟ ام قال لك ده التزام الادب والطاعة والانضباط. عملية ايه؟ كل انضباط. فكذلك الحق سبحانه وتعالى كل دي ما تكونش دي انضباطات، انضباطات في الكون. انما الانضباطات دي عند الحكيم لها معاني ولا ملهاش معاني؟ يبقى لها ايه؟ معاني. يقول لك طب ليه في اشياء زي مثلا المخدرات والاشياء اللي موجوده دي هي مش موجوده في الكون؟ وبعدين يقول لك لا ما تستعملهاش، يقول لك لا لان احنا ساعات بناخدها عشان نداوي بها مرض ولا لا؟ فلو انك اخذتها كده من غير مرض او داع اليه تعمل ايه في بنيتك؟ تبهدل بنيتك. وبعد ذلك ان اخذتها للعلاج ما تنفعش، فيكون ربنا يقول لك لا خليها عشان. ولذلك يقول لك ايه لما يجي واحد يقول لك انت خدت مثلا بنسلين قبل كده، انت خدت الشيء الفلاني قبل كده، يعني ان كنت خدته يبقى تعودت عليه، يبقى تاثيره وياك مش ايه؟ مش قوي. ربنا منعنا عن هذه الاشياء حتى اذا اضطررنا اليها في ظرف من الظروف نقوم نجدها ايه؟ تبقى تجدها مفيدة. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ربط كل حكم من الاحكام التحليلية والتحريمية بان كنتم مؤمنين. معنى ان كنتم مؤمنين يعني ايه؟ امنتم بالاله الحكيم الذي لا يأمر الا بما فيه مصلحتك. فامتنع عندي لان فيها المصلحة، خدي لان فيها الايه؟ لان فيها المصلحة. يبقى اذا اقبلت على اي شيء فاقبل عليه باسم ايه؟ وقلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له اسماء علمها لنا انزلها في كتابه، واسماء علمها احدا من خلق، واسماء استأثر بها في علم الغيب ايه؟ في علم الغيب عنده. الاسماء دي هي صفات الكمال لله، بس لانها صفات الكمال الكاملة التي لا توجد في غير بقى زي ما تكون اسم مش صفة. ولذلك تقول فلان غني، مش صح تقول كده، ولكن اذا قلت الغني على اطلاقه هو الله، مفهوم؟ فاذا اقبلت على امر يتطلب منك قوة تشيل مثلا حاجة كان يجب تقول باسم القوي، عشان انت بتطلب معونة الصفة مددك من الصفة. طيب بتقبل على شيء فيه علم باسم العليم،
بشيء عايز حكمة ودقة تقول باسم الايه؟ باسم الحكيم. بشيء عايز مثلا قبض باسم القابل. بشيء عايز بسط تقول باسم ايه؟ طب في افعال كتير تقول في افعال كتير تقول صفات متعددة. هل تقعد تجيب صفات الكمال بقى اللي لله اللي تناسب الفعل؟ طب ما تجيب الاسم الجامع لكل صفات الكمال تقول باسم الله. تقول باسم الله تنتهي الايه؟ تنتهي المسألة. العلماء بقى لما يكشف المسألة يقول لك ايه؟ يا اخي الحق سبحانه وتعالى قال في اول سورة المائدة ايه؟ حرمت عليكم الميتة الى اخر. وهنا بيقول الا ما فيه ايه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم. بعض العلماء سهل وقال لك وقد فصل لكم بعض ما حرم عليكم في سورة الايه؟ المائدة. حرمت عليكم الميتة وتدعون. فالمتنبهين او الذين لهم تنبه قال لا ده سورة المائدة مدنية. ومعنى مدنية يعني بعض السور الايه؟ ودي سورة مكية. ايقول في السورة المكية وقد فصل لكم ما حرم عليكم في السور المدنية؟ طب دي جت بعدين. أم اللي بقى ربنا ادانهم نور بصيرة قال لك لا ده هو لا يعني فصل عليكم اي في سورة المائدة عشان تجيب هذا الاعتراض. ده يعني ما جاء في سورة الانعام ايضا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون كذا وكذا 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 اي فصل عليكم في هذه الامور. ويبقى الاشكال انتهى ولا لا؟ يبقى الاشكال انتهى. وايضا بقول لك انت لما تاكل حاجه ما ذكرش على اسم الله احنا لما نفسر بقى الذكر زي ما فسرناه يبقى ما فيش اشكالات. انما واحد خلى الذكر القول يقول يا اخي اقرا ايه؟ ايه اقرا الايه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي ايه محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير مش كده؟ فانه ايه؟ رجس. وبعدين قال او فسقا. بعد ما خلص ذكرى ايه؟ قال ايه؟ او فسقا. ولا جابش او فسقا الا في قوله اهل لغير الله به. يبقى الفسق اللي احنا ممنوعين عنه اذا ذكر عليه غير اسم الله. اذا ذكر عليه ايه؟ غير اسم الله. اتفهم كويس. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يجي برضو واحد من اللي مولعين بانهم يعني اقتربوا ولا حصول الاسلام يقول بقى فصل عليكم ما حرم عليكم ده في اشياء كتيره محرمه ومش موجوده في الباب في الايات دي. يقول له هو القران بس هو المنهج ده القران والسنه. فاللي يجيب السنة داخل في إطار وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. يبقى ثابت بالكتاب ولا لا؟ يبقى ثابت بالكتاب. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. احنا قلنا زمان في الاضطرار أن الاضطرار هو أمر ملجئ الى شيء غير الاسباب الكونية المشروعة. هذا مضطر. معنى مضطر يعني ايه؟ يعني شيء فقد ايه؟ اسباب المشروعة. كذلك الذي يريد ان يأكل ليستبقي الحياة. بقى الاكل جاي لاستبقاء الايه؟ الحياة. فاذا لم يجد من الحل ما يستبقي به الحياة. يبقى اسمه ايه بقى؟ اسمه مضطر. اسمه مضطر. ما دام مضطر نقول خذ من غير ما احل الله بالقدر الذي يدفع عنك الضروره.
بالقدر الذي طبعه، وإن ما كلش حيموت. نقول له كل من الميتة بقدر الضرورة، ما تشبعش يعني. ولذلك ايه؟ فمن اضطر في مخمصة مخمصة مجاعة غير متجارف لإثم، او فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى باغ ولا عاد، يقول له انت مش بتحافظ على حياتك، خذ بقدر ما يمسك الحياة، ما تاخدهاش شبع بقى وتقعد تفهم. حتى انهم قالوا ان لا تحمل معك منها، بس خد ما يدفع لك الايه. يبقى ده اسمه ايه؟ زوال الايه؟ زوال الاضطراب. اذا الاضطراب هو شيء فوق الاسباب، فوق الاسباب المشروعه للعمل. الله سبحانه وتعالى يعطي الانسان الرخصه في انه يتناول ما حرمه اذا كان ايه؟ اذا كان مضطرا. الا ما اضطررتم اليه، وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. اللي هم من بقى؟ اللي قالوا اما قتلتم يحل لكم وما قتله الله يحرم عليكم، اذا فقتلكم اولى من قتل الله. هذه صيغه الله. وان كثيرا ليضلون باهوائهم. معنى الضلال بالهوى ان تكون عالما للقضيه ولكن هواك يعدل بك عن مراد الحق من القضية. مش ان ما يكونش عندك علم بالمسألة وبعد ذلك يقول له لا. ولذلك قبل الحتة اللي تحل لي برضو الاشكالات. الحق يقول في رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. انظروا كيف يتسلل الخصوم الى ايه؟ الى محاولة نقض قضية عقدية. يقولون الله يقول، انتم بتقولوا ربنا قال ان الرسول ما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. وانتم تقولون ان الله يعدل رسوله بعض الاحكام. معنى ان يعدل له بعض الاحكام ان ساعة ما قالها ما كانتش موافقة الحقيقة. طب ساعة ما عملها كان بينطق عن الهوى ولا ما بينطقش عن الهوى؟ نقول له لا، ما بينطقش عن الهوى. لأن النطق عن الهوى يكون عند القضية في الحق واضحة، إلا أن هواه يميله عن الحق. ورسول الله يقول باجتهاد البشرية، ورسول الله يقول باجتهاد إيه؟ يبقى ساعة ما قال باجتهاد بشري ما كانش بينطق عن مين؟ بينطق عن هوى. يبقى النطق عن الهوى يكون إيه؟ قضية الحق معلومة للقاضي وقدامه الأدلة والبراهين وكل حاجة، إنما يعمل إيه؟ يميل تبع هواه. انما قاضي الادلة ما اتضحتش بذهنه، وبعد ذلك حكم بمن قدح في ذهنه. يقول لا غبار عليه في ان يقول، بدليل ان حتى القضاء البشري او التكوين البشري عمل استئناف لمثل هذا الحكم. ومعنى الاستئناف اللي على الحكم اللي حكم من اول درجة طعن في القاضي في اول درجة؟ لا ابدا. يجوز ان هو فيه الفهم، القاضي الثاني فيه ايه؟ فهم اخر. والله يعرض لنا القضيه دي في مساله سيدنا سليمان وابوه داوود، وداوود وسليمان ايه؟ اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ايه القضية؟ الراجل عنده مشية فنزلت على الزرع بتاع الراجل كلته، فسيدنا داود قال له خلاص ما دام كل الزرع بتاعك وهذا مقوم حياتك فخذ مقوم حياته وهي الماشية ليه. مفهوم الكلام؟ يبقى دي خذ مقوم حياتك وهو ايه؟ الزرع. خذ مقوم حياته وهو ايه؟ وهي الماشية. سيدنا سليمان قال لا، احنا ناخد ندي لصاحب الزرع المشية يقعد ينتفع بيها بلبنها ومش عارف بايه وبصوفها ومش عارف ايه، ونقول للدكتور روح ازرع الزرع لحد ما الارض تنزرع كده، نقول له سلم الغنم وخد الزرع بتاعك. ام ربنا قال في دي ايه؟ ففهمناها سليمان. وكلا يعني سليمان وابوه اتينا ايه؟ حكما وعلما.
يبقى اذا لما يجي يحصل استئناف ما تفتكرش ان الاستئناف دي بالايه ضد القاضي، لا يا اخوان، فهم في الامور تجلى للقاضي الثاني فهم اخر غير الفهم الايه الاول. وكل امر لم ينزل الله في حكم ويقضي فيه رسول الله انما يقضي بصفاء فطرته البشريه. وبعد ذلك ان كان حق يقره الله، وان كان غير يعمل ايه يعدله. تعديل الله لرسوله يبقى فيه غضابه اذا كان الذي يعدل رسول الله من ارسل رسول الله، يبقى دي فيها غضابه. الغضابه ان يعدل مساوي، انما يعدل اعلى ما يبقاش فيها غضابه ولا اي حاجه. واللي بيقول لنا ان الحكم تعدل مين؟ هل واحد تاني جالنا كده قال اسمعوا الله عدل لسيدنا لمحمد الحكم؟ ده هو اللي قال. مين اللي قال ده يدل ايضا على امانة بلاغه عن ربه. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى يبقى معناه ان الرأي بتاعه لم يكن فيه حكم لله، وانما قاله بالاجتهاد. والاجتهاد ان اقره الله يمشي الحكم، عدله يعدله. وفي اشياء كثيرة يقر الله ما ذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقر الله ما ايه ما ذهب اليه رسول الله، او يصور كلام الرسول بس يجعل الفوقية في الكلام لله. مسألة سيدنا زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مش كان مولى لرسول الله؟ وبعد ذلك اهله عرفوا مكانه لانه كان مخطوفا، فلما عرفوا جم عشان يخرج منه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نخيره يروح وياكم يفضل وياه. فسيدنا زيد قال ايه ما كنت لاختار على رسول الله احد. طب اذا قال الولد هكذا كيف يجازيه رسول الله؟ بأن يفضلوا على أبوه؟ قال إذن ده يبقى زيد ابن محمد. زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد أن ينسخ حكاية التبني دي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. عشان يبقى قدر كل مؤمن من رسول الله واحد. فأراد الله أن ينسخ حكاية التبني فيقول ايه شوف شوف الأداء بقى ادعوهم لآبائهم، يعني بعد كان اسمه زيد ابن محمد لا قول زيد ابن مين؟ ابن حارثة. يبقى اتشالت منه كلمة محمد وراجع لأبوه الأصل. بالله دي كانت تسر زيد ولا يزعل؟ بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يصبح زيد ابن حارثة تاني بيعتبرها نكسة. يقول الله سبحانه وتعالى برضه ينفذ التصويب ولكن يرضي الاثنين، يرضي الرسول ويرضي زيد بن حارثة. اما ارضاؤه لزيد فقال له انت زعلت يعني اللي هتبقى زيد بن حارثة بعد ما كنت زيد بن محمد؟ طب هو اسمك هو الاسم الوحيد من صحابة رسول الله الذي يقرأ في القرآن لفظ يتعبد بتلاوته. فلما قضى زيد منها وترى جاب اسم كده في القرآن، في رفعة احسن من كده بقى؟ يبقى دي احسن من زيد بن مين؟ من زيد بن محمد. طب الرسول ايه يعني؟ ام قال لك شوف بقى رضاه قال ايه؟ قال ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. اقسط عنده واقسط افعل تفضيل، كأن ما فعله رسول الله قسط بشري، عدل بشري، بس اللي عمله ربنا احسن شويه. طب لما يكون اللي عمله ربنا احسن يبقى في حد يزعل من دي؟ واقسط مش عند البشر، اقسط عند مين؟ عند الله. يبقى راضى الرسول وراضى مين؟ وان كثيرا ليضلون بايه؟ اذا فيه ضلال بغير هوى، فيه ضلال بغير ايه؟ ضلال انك انت ما توصلش للحقيقة، انما بهوى ولا بغير هوى؟ ضلال من بهوى يبقى عندك الحقيقة وعارف ضربها ولكنك
تعدلوا عنها. والضلال الثاني ما عندوش معرفة بالحقيقة. أهدي أهدي ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فإيه؟ فهدى. وإن كثيرا ليضلونه بأهوائهم. يبقى ساعة ما تشوف متعلق جاي بقى بيضلل تقول له كأن هناك ضلال بغير، وده مش مش مذموم. ما تعرفش وجه القضية وحكمها ايه تتوب. انت ماشي كده وبعد ذلك تهت في صحبة رحت تطهينة ورحت، انما لم يكن في طريق معبد وقالوا لك ده الطريق ده مش عارف ايه، وبعدين سبته وبعدين تنك اوحت ورحت في حتة تانية، يبقى ضليت بأهواك ولا لا؟ انما دوك ضل بغير ايه وهواك، ودي تحل لنا اشكالات كتيرة ايضا. وان كثيرا ليضلون بأهوائهم. يضلون ولا يضلون؟ ام قال لك وهل يضل غيره الا اذا ضل هو في ذاته؟ يبقى يضل معناه انه خد ذنب اثنين، لو قال لا يضلون يبقى ذنب من مرتبة واحدة، ولكن يضلون دليل على انه ضل في نفسه وما اقتصرش على دي، بل اضل مين؟ ليحملوا اوزارهم ايه؟ واوزارا مع، ولذلك يقول لك واوزارا مع اوزارهم، مع ان الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. اقول له لا يا حبيبي، بديا وزر الضلال وهذا وزر الاضلال، بيضل غيره. وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. حتى ما عندهمش قضية علمية حد قالها ولا حاجة، لا ده مش قضية علمية خالص. ان ربك هو اعلم بالمعتدين. هو اعلم بالمعتدين، افسح الله في النص القرآني لبعض خلقه الذين يعرفون المهتدي من غير المهتدي. فإن كثير من الناس يعلمون المهتدي من غير المين، ولكن إن علموا فالله إيه؟ فالله أعلم. وإن ربك هو أعلم بالإيه؟ بالمعتدي. وبروا ظاهر الإسم وباطنه. تقنينات السماء بتحمي المجتمع من بعضه في مجالين اثنين. المجال في ان لا تقع عين احد على مخالفة من احد، وما دام تقع عينك على مخالفة من الغير تبقى المخالفة مما يدرك ولا مش مما لا يدرك؟ يبقى مما يدرك. لكن مش هي دي كل فساد المجتمع. فساد المجتمع بيجي من اشياء كثيرة لا ايه؟ لا تقع تحت دائرة الادراكات. كل التبييتات لا تقع تحت دائرة الادراك. وهناك اشياء تكون في منابع النفس البشرية اللي بيظهر عنها عوامل النزوح. يبقى قبل ما يوجد اسم ظاهر يبقى هيوجد اسم ايه؟ اسم باطن. يبقى الاسم الباطن إيه؟ سابق على الاسم ايه؟ التقنينات البشرية كلها تحمينا من ظاهر الاسم، ولكن منهج السماء يحمينا من فساد ظاهر الاسم وباطن الاسم. فالحق يقول الفرق بين تقنين البشر للبشر وتقنيني انا انني رقيب على ومواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم، فإياكم أن تفعلوا بباطل الإثم. مش بس يكفي إنك أنت تحمي نفسك من أن يراك القانون، ولذلك القانون وضع كفارة ما يعمل إيه؟ إنه يمنع الناس من أن يتظاهروا بالجريمة. إنما إن عملوها دساً أبداً. يبقى إذن الفرق بين تشريع السماء وتشريع الأرض أن تشريع الأرض يحمي الناس من ظاهر الإثم. أدي واحدة. ولكن تشريع السماء يحمي الناس من ظاهر الإثم وإيه؟ وباطن الإثم. وباطن الإثم هو أعنف أنواع الإثم في الأرض. إحنا بقى نشوف دلوقتي الحاجات اللي بتتكشف دي.
قعدت في باطن الاسم كم مدة على ما وجد ناس اذكياء وناس منصفين وناس مخلصين ويقعدوا يشوفوا دي وياخدوا قضية ويعملوا ويطلعوا دي ويطلعوا دي. كنا عايشين احنا في فساد باطن الاسم ولا لا؟ في فساد باطن الاسم. وضعوا ظاهر الاسم وباطنه. ان الذين يكسبون الاسم سيجزون ما كانوا يقترفون. سيجزون بما كانوا يقترفون. كلمة كسب واكتسب. كسب زي احنا بنقول ده فعل ثلاثي يعني. اكتسب يعني افتعل. لما ينظر الى ظاهر العبارات نجد ان في فعل الخير يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ليه؟ قال لك لان ما دام عليها ما اكتسبت يبقى الاكتساب في الاسم، ولها ما كسبت يبقى الكسب في الايه؟ مش في الاسم بقى، في الخير. قال لك ايوه، لان الافتعال يدل على مراقبة ملكات متعددة عشان تستطيع انك تفعل الاسم. يبقى لازم فيه افتعال ولا مفيش فيه افتعال؟ احنا قلنا زمان واحد قاعد كده ينظر الى اهله الى امرأته، ينظر اليها النظرة العادية بكل استواء ملكاته. طب وان نظر الى غير محرمه وحب ينظر بقى، ما هي الملكات اللي بقى تشتغل عشان ألف ملكة؟ هو فلان هيشوفني؟ هي مش عارف هياخد باله؟ هي مش عارف هتزعل؟ هي ما تزعلش، تنبسط من الحركة دي ولا ما تنبسطش؟ ألف ملكة بإيه؟ يبقى لازم فيها افتعال وتكلف. لكن اللي بيعمل الخير بيعمله برتابة كده وبظهور وبيسوي. يبقى لك دي اكتساب وده إيه؟ كسب. ولكن بعض أهل الاكتساب في الشر برياضتهم على الشر يبقى يسهل عليه، يبقى زي ما يكون كسب بقى، مفيش فيه ايه؟ افتعال. يعني عاد بيعملها ايه؟ اللي احنا بنقول عليه فائد. عاد بيعملها من غير ايه؟ من غير افتعال. فلما تيجي كسب في ناحية الشر فاعلم انها انتقلت من اكتساب مرن عليه ووجب حتى صار لا افتعال فيه ولا تكلف. والى لقاء اخر ان شاء الله.